بعد سلسلة التحذيرات الأمريكية بشأن ممارسات الحوثي، فرضت واشنطن عقوبات على علاقة بهذه الميليشيات وبإيران. فقد أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان فرض عقوبات على أفراد وكيانات منخرطين في شبكة دولية تستخدم لتقديم عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين بالتعاون مع مسؤولين كبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. في الموازاة، رفعت واشنطن العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات للطاقة. فهل تؤثر هذه العقوبات على هجمات الحوثيين وأفعالهم؟ وأي انعكاس لها على العلاقات بين واشنطن وطهران؟ معنا الآن من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول. سيد رول، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. يعني خطوة لافتة تأتي بعد رفع الإدارة الأمريكية اسم الحوثيين عن قائمة الإرهاب الأمريكية، الآن تأتي وتفرض عقوبات على أشخاص وأفراد وكيانات تتهم أو يشتبه بأنها تمول هذه الجماعة بشكل أو بآخر. ما هي الرسالة التي تعطيها الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطوة برأيك؟ مساء الخير إليكم وإلى المشاهدين. أعتقد أن الرسالة نوعا ما مربكة ومحيرة. إذا نظرنا إلى العقوبات الحالية فهي قوية، هي تفيد بأن الحوثيين قاموا بتسخير بنية تحتية كبرى في إيران وتعاونوا مع فيلق القدس، وذلك شمل الطاقة ودول أخرى مثل تركيا، مثل لأجل إرسال الأموال والأسلحة إلى الحوثيين والذين يقتلون المدنيين الأبرياء في الخليج. وبطبيعة الحال هذا دعم للإرهاب فيلق القدس، واستخدام هذه الأموال لقتل الأبرياء هذا إرهاب. وكان ذلك الشطب من إدارة بايدن للحوثيين قائمة إرهاب كان محيرا أيضا، وهذا يظهر أن إيران غير جادة لإحقاق السلام في المنطقة. هي تواصل تصرفاتها وتدعم الحوثيين، لكن يظهر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الحلفاء والشركاء من أجل تقييد حركة إيران ووصولها إلى وكلائها، وهناك أدلة بأننا نجحنا. هذه الإدارة سيد رول، إدارة الرئيس بايدن، فيما يتعلق بالأزمة في اليمن أبدت منذ اليوم الأول بأنها تريد أن ترى حلا سياسيا، تريد وقف الحرب هناك، وهي يعني تعمل وتساعد في هذا الاتجاه. مسألة وضع عقوبات على هذه الكيانات وهؤلاء الأفراد، إلى أي مدى يعني يظهر أيضا هذا الجانب بأن واشنطن تريد من الحوثيين يعني أيضا الالتزام بوقف إطلاق النار، ربما العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد؟ إدارة بايدن، وأنت محق بالمناسبة، كانت واضحة منذ البداية بأنها تسعى إلى حل دبلوماسي سلمي في اليمن، لكن هذا كان موقف ترامب وأوباما. الصعوبة تكمن في أن الحوثيين ليسوا جادين في مسألة الدبلوماسية، وليس هناك فاعل منخرط في المسار الدبلوماسي. وأنا أعرف أن هناك الكثير من الدول تعتقد أن الحوثيين ليسوا جادين في المسار الدبلوماسي، وإدارة بايدن أدركت هذا الأمر، ولذلك هذه الإجراءات مثل اليوم تظهر أن الحوثيين يجب أن يخضعوا للضغط حتى يعودوا للدبلوماسية. أنا شخصيا لا أعتقد أن الإيرانيين أو الحوثيين في موقع يسمح لهم بممارسة الدبلوماسية. في المقابل سيد رول، يعني في مقابل فرض عقوبات على هذه الجهات التي أشرنا إليها، الإدارة الأمريكية رفعت عقوبات عن 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، عن شركتين أيضا كانت تشارك في شراء وحيازة ونقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية. الإدارة تقول يعني السلوك، سلوك هذه الجهات تغير، وبالتالي يعني أصبح من المنطقي رفع العقوبات عنها. أيضا ما هي الرسالة التي تود واشنطن أن توصلها من خلال القول إذا تغير السلوك فإن العقوبات سترفع؟ So I think we have the
أعتقد أن هذه رسالة جيدة وقد لا تبدو للجميع. واشنطن تقول مراراً وتكراراً أنه إذا غيرت إيران سلوكاتها فإنها سترفع العقوبات عنها، وإذا كانت تلك الكيانات تفهم فلسفة العقوبات فإنها ستدرك ما نرمي إليه. وهؤلاء الأفراد الآن لم يعودوا منخرطين في تلك الأنشطة المشبوهة، هم مسؤولون سابقون، وهذا يرسل الرسالة الصحيحة بأن إيران عليها أن تتبنى مقاربة سلمية في المنطقة، وأنها إذا فعلت ذلك ستقابلها أمريكا بالمثل. ولذلك أعتقد أن هذا ليس مربكا. طبعا كل هذه الأمور تجري في يعني على خلفية المفاوضات الجارية في فيينا والتي ستستأنف بعد أيام قليلة فيما يتعلق بالملف النووي. هل لهذه الخطوات أي تأثير بشكل أو بآخر برأيك على مسار هذه المفاوضات؟ لأنه مسألة العقوبات في نهاية المطاف هي جوهر الموقف الإيراني في هذه المفاوضات. You are correct. أنت محق، وأعتقد أن هذه مسألة معقدة. يجب أن نكون واضحين ونعرف أن إيران تسعى إلى رفع العقوبات عنها في تصدير النفط وكذلك المؤسسات المالية والصناعية، ونحن ننخرط في هذا المسار وهذه العقوبات التي على الحوثيين إلى جانب عقوبات أخرى تظهر بأننا منخرطين بدقة وحذر. إدارة بايدن تريد أن تقول إنها ستكون مستعدة لرفع العقوبات عن إيران إذا قامت بإظهار نية حسنة، وإلا فإنه سيكون تجديد للعقوبات. أعتقد أن هذا سيعقد المحادثات في فيينا بين أمريكا والأوروبيين عندما نصل إلى هذه البنية. شكرا جزيلا لك نورمان رول، المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، كان معنا من واشنطن.